واجبنا تجاه رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ وهل ورد الصلاة عليه في يوم الجمعة أكثر من 20 مرة؟ نعم، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة عند ذكره وفي تشهد الأخير من الصلاة، ركن من أركان الصلاة. تجي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نصلي ونسلم عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. وفي يوم الجمعة يتأكد أكثر من غيره الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة،